المنطلق هو الشوط السادس عشر والخاص بالإذاعة القعدان المهجنات الأصايل. ذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر هذا اليوم. إذاعة هجني أصحاب السمو الشيوخ كذلك نذكركم بمزاد أيضا الشخصية الذي سوف يكون في تمام الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. نتابع الانطلاق ونتابع رماح على الصدارة وعلى المركز الأول عبد الله بن صقر بالعكوي السلمي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول بينما جحدر على المركز الثاني. عبيد بن محمد بن الدحبة العفاري من ينطلق بجحدر على المركز الثاني. أما ثالث مراكزنا بشار علي بن راشد بن سعيد بن راية المري من ينطلق بهذه التحديات. وصل كذلك نجد سالم بن سيب بن مبارك بن غويث الاكتبي بانطلاقته وتحديات شاهين عيد بن جابر بن مفلح الهاجري ينطلق أيضا بهذا الأداء على المركز الخامس وسادس مراكزنا. ميسور لمحمد بن السيل بن عوضان العامري من ينطلق على المركز السادس. المركز السابع المركز السابع ياتي شاهين سعيد بن حرام بالسعودي لقتبي من ياتينا هذه الانطلاقة على المركز السابع. المركز الثامن ما يهاب حمد بن سالم بن حمد بن جدح العامري من ينطلق مع ما يهاب هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. تاسع مراكزنا هناك من الجانب الآخر هو المنطلق حضيض سالم بن دقاش بن محمد العامري وعلى المركز العاشر مهدي حميد بن الصغير بن حمود المالكي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. خلف العشرة المراكز الأولى أيضا أسامي تتواجد بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط. نعود إلى رماح على الصدارة. رماح على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. عبد الله بن صقر بالعكوي السلمي المنطلق بصدارة هذا الشوط هو بالمركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. بينما نجد سالم بن سيب بن مبارك بن غويث الاكتبي من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث جحدر عبد الله بن محمد بن دحبة الحسيني العفاري المنطلق على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. المركز الرابع شاهين هنا عبد عيد بن جابر بن مفلح الهاجري من ياتي هنا بهذه الانطلاقات والتحديات على المركز الرابع. المركز الخامس بشار علي بن راشد بن سعيد بن راية المري وسادس المراكز ياتي ميسور على سادس المراكز عند ابو احمد هنا وانطلاقته هذه التحديات. محمد بن سهيل بن عوضان العامري من ياتي بهذا الانطلاق هنا والتحدي على المركز السادس. المركز السابع ما يهاب حمد بن سالم بن حمد بن جدح العامري وهناك الوصول بهذه اللحظات من الجانب الآخر هو المتسلل بالانطلاقات وبتحديات. ياتي شاهين سعيد بن حرام السعودي اللي اكتبي بانطلاقته وتحدياته على المركز الثامن. المركز التاسع مهدي حميد بن الصغير بن حمود المالكي وعلى المركز العاشر الواضح لمحمد بن سعيد بن الحزيمي العويسي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في الانطلاقات في التحديات المتميزة. نعود مع بالعشوي وانطلاقته هنا وتحدياته هنا. رماح على الصدارة على المركز الأول ينطلق بهذا التحدي الجميل والإثارة بشعار مياسة يا ما صال وجال هذا الشعار بأدائه أيضا المميز وأيضا سجلاته الحافلة. رماح عبد الله بن صقر بالعكوي السلمي من ياتي على الصدارة وعلى المركز الأول. وصل بندغيش
ماشي معنا نجد سالم بالسيف بن مبارك بن غويث لجتبي من ياتينا بنجد على المركز الثاني والمركز الثالث. جحدر هنا في المركز الثالث، جحدر هنا ينطلق بأدائه الجميل هنا عبيد بن محمد بن نحد بن دحبة لحسيني الأعفاري أن ينطلق هنا على المركز الثالث. المركز الرابع بعد المغادرة للكيلومتر الأخير هناك ياتينا شاهين عيد بن جابر بن مفلح الهاجري بهذا الانطلاق المميز. الله الله تحديات قوية وصل هنا الواضح قادم ايضا بهذا الانطلاق الواضح لمحمد بن سعيد بن الحزيمي العويسي قادم وكذلك شاهين سعيد بن حرام السعودي لقتبي ولكن هنا رماح رماح على الصدارة رماح على المقدمة وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور ونجد يحاول السلوم. الله انطلق انطلق نجد بالتحدي انطلق مباشرة الى طوي السامان هنا بانطلاقته وتحدياته الجميلة. ها هو هنا نجد اذن بالفوز وبناموس وبالتحدي وبالاثارة. سلام بن غوي السلام سلام على هذا الاداء المميز لنجد سالم بالسيف بن مبارك بن غويث لكتبي سلام لهالطوي السمان سلام لهالي البرير على هذا الاداء المميز الجميل ورحمة الوصول الى الفوز والى ناموس. تهانينا لسالم بالسيف بن مبارك بن غويث لكتبي بينما المركز الثاني رماح عبد الله بن صقر بن عبد السلمي وصل الواضح لمحمد بن سعيد بن حزيمي لعويسي واتانا جحدر هنا عبيد بن محمد بن دحبه لعفاري وخامسا شاهين سعيد بن حرام السعودي لقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى دعناها على حضاراتكم بهذه الانطلاقات بهذه التحديات. نعود إلى نجدي هنا وانطلاقتي بالفوز وبناموس بسبع دقائق أربعين ثانية ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس السالم بسيف بن مبارك بن غويث لقتبي على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصل رماح عبد الله بن صقر بالعكوي السلمي بسبع دقائق 44 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية بينما الواضح محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي من حل على المركز الثالث قاطعا المسافة لفترة زمنية مقدارها سبع دقائق 44 ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم وأبو محمد حمد بن ضبيب. شكرا ابو حمد شكرا للزميل فايز من غفان اليابري مشاهدينا الكرام مستمعينا